تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق قلم يحدث خطأ غير معروف، قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق قلمي. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق قلمي. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم هلامي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.